صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 52 لسنه 2023 بتعيين مدير في هيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه وذلك بناء على عرض وزير الداخليه جاء فيه. يعين السيد الياس يوسف احمد عبد الغفار مديرا لاداره تطوير النظم الحكوميه في هيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه.